هنروح لموضوع تاني. في خطة جديدة قايمة عليها وقايمة على تنفيذها وزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وده لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء. ومن خلال أول الخطوات الجادة في المشروع تم تخصيص 283 قطعة أرض بالمحافظات لاستغلالها في إقامة الأسواق دي. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك استاذ محمد واستاذه جمانه، وكل سنه وحضراتكم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب. في البدايه عايزين نعرف ايه هي التفاصيل اللي بتشتمل عليها خطه مشروع تنفيذ اعمال انشاء اسواق جديده بالمحافظات. يعني خليني اقول لحضرتك، هو بالفعل تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس باقامه اسواق مطوره للجمله ونصف الجمله في المحافظات المصريه، وحصر الاراضي الفضاء الغير مستغله في المدن الكبرى وعواصم المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة، معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين، وده بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار دولة رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية، وبتضم فعدوياتها وزارات الأوقاف والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة والهيئة الهندسية، وده من شأنه حصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات واختيار قطع الأراضي وفقا للأولويات. وبالفعل المحافظات المصرية حصرت 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة، 132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية والري داخل نطاق 17 محافظة، 23 قطعة أرض تحت ولاية الإصلاح الزراعي في 15 محافظة. طبعا جميع الأراضي دي بتزيد وفقا للمعايير مساحتها عن 1000 متر مربع، وتكون في محيط سكاني بحيث أنها تقدر تخدم على احتياجات السكان اللي موجودين في المناطق دي. كذلك الأمر فيما يتعلق بإقامة أسواق دايمة للجملة، وده بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتكون قطع الأراضي دي بتزيد عن 2000 متر إلى 1000 متر. طبعا الأراضي اللي هي في حدود ال 1000 متر بتستخدم أسواق دائمة نصف جملة للمستهلكين، وده بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. طبعا بالإضافة إلى طبعا الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القرى في إقامة أسواق نظام اليوم الواحد والأسواق المقامة طبعا ضمن مبادرة حياة كريم. طبعا بالفعل تم على الأرض اكتشاف الأماكن دي، بالإضافة إلى هذا وذاك كمان يكون بجوارها أماكن انتظار سيارات ووجود كثافات سكانية تقدر تخدم عليها. ده كان سؤالي لحضرتك يا فندم، السؤال القادم. معايير اختيار الأماكن أو الأراضي دي، هل معتمد فقط على المساحة ولا معتمد على المساحة والكثافة السكانية واحتياج هذه المنطقة لأسواق إن كانت دائمة أو أسواق اليوم الواحد؟ بالفعل زي ما حضرتك تكرمتي كده، هو بتعتمد في بادئ ذي بادئ على انها تكون وسط كثافات سكانيه تقدر تخدم عليهم، وبالتالي حضرتك بتنقلي اسواق نصف الجمله او الجمله الى في محيط السكان، وبالتالي تقدر تخدم اكبر عدد ممكن. حضرتك هنا السلاسل الامداد او المنظومه اللوجستيه ما بين اسواق جمله الجمله والمستهلك النهائي، حضرتك بتختصريها في اسواق نصف جمله واسواق جمله، كده حضرتك بتسهلي على الناس المواطنين الاسعار، السلع تكون باسعار مناسبه ليهم. كذلك الامر لو قلنا في القرى زي قرى حياه كريمه وغيرها، يبقى حضرتك بتعملي اسواق مخططه بس بنظام اليوم الواحد، تقدر توفر الاحتياجات من السلع والخدمات اللي بيكون البيت المصري محتاجها بشكل ضروري وبشكل يعني دولي. طبعا هنا بنعمل على تنفيذ يعني توفير منافذ اكثر للسلع دي لكافة احتياجات المواطنين، ده جنبا إلى جنب مع إنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية، وده من أجل أن احنا بنعمل تنمية للتجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بيها. في نفس الوقت حضرتك كده بتعملي إتاحة للسلع والخدمات بأسعار مناسبة وفي الناحية الثانية بتوفري فرص عمل حقيقية لشبابنا وشاباتنا وأهلنا في المحافظات المصرية.
دكتور خالد، طبيعه الحاجات اللي هتكون موجوده في الاسواق دي، حضرتك قلت ان في اسواق جمله ونصف جمله، هل ده مرتبط بالسلع الغذائيه والسلع الاستهلاكيه فقط ولا خضروات وفواكه وما الى ذلك؟ طبعا الخضروات والفواكه من السلع طبعا الاستهلاكيه اللي هي بيحتاجها كل بيت مصري، وبالتالي هي في المقام الرئيس هتكون هي دي المستهدفه من ضمن باقي السلع الاستهلاكيه اللي بيحتاجها كل بيت مصري على مدار الاسبوع. طيب دكتور خالد معلش خليني برضو استفهم من حضرتك نقطه، يعني هل الاماكن اللي بيتم تحديد الاسواق فيها، هل الاماكن دي ما بيكونش فيها منافذ بيع، بمعنى منافذ بيع اهليه او بقالات صغيره او سوبر ماركتس او ميني ماركتس صغيره؟ طبعا بتبقى موجوده فيها، لكن حضرتك السوبر ماركت والميني ماركت محتاج سوق جمله قريب منه بمواصله سهله ان هو يحصل على ما يريد ان يحصل عليه، وبالتالي تقدري حضرتك تعرضي لاهل الحي عند حضرتك او المنطقه السلع اللي حضرتك بتشتغلي فيها باسعار اكثر ملائمه. هنا بالشكل ده حضرتك زي ما قلت في بدايه كلامي بتقللي الوصول ما بين زي ما بنقول كده اسواق جمله الجمله الى المستهلك النهائي عن طريق اسواق جمله واسواق نصف جمله تقدر تخدم وتلبي احتياجات كل الناس دي. خليني اقول لحضرتك احنا طبعا عندنا في وزاره التنميه المحليه خطه شامله لتطوير الاسواق، سواء احنا عندنا حوالي 618 سوق رسمي تم تطوير 133 سوق منهم وجاري تطوير 105، اجمالي عدد الاسواق العشوائيه طبعا اللي موجوده في الدوله المصريه حصرناها 1753 سوق، بنشتغل على طورنا منها 109 سوق بالمدن، وجاري تطوير 37 سوق كبير برضو بالمدن، وجاري برضو تنفيذ عدد 196 سوق جديد بالقرى المدرجه في مبادره حياه كريمه. عظيم، 283 قطعه ارض تم تخصيصها، وزي ما حضرتك قلت دي هتوفر فرص عمل كتيره جدا. مين المسؤول عن عمليه التشغيل؟ مين اللي هيشرف على عمليه التشغيل؟ طبعا المحافظات المصريه فندم فيها ادارات متخصصه للاسواق، وبالتالي بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجاريه شانها شان الاسواق الرسميه المخططه اللي بيتم ادارتها حاليا على الارض في المحافظات المصريه. طب يا فندم امتى هيتم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الاسواق؟ هو دلوقتي يا فندم تم تخصيص الاراضي، والهيئه الهندسيه دلوقتي بترفع المقاسات بتاعتها، الاعتماد النماذج المخططه اللي موجوده عندنا من اشكال للاسواق دي على حسب المساحه، طبيعه السلع اللي هتتحط، تنظيم الباكيات اللي موجوده في السوق بحيث انها تبقى اسواق رسميه ومخططه، فالعمل جاري دلوقتي وان شاء الله يعني وقت افتتاحها كمان يعني هنتواصل مع حضراتكم بحيث ان برضو الكاميرا عند حضراتكم تنزل وتصور الاسواق المخططه دي وهي شغاله وسط المدن في المحافظه. طبعا يا دكتور بكل تاكيد هنكون موجودين مع حضراتكم في حاجه زي دي، لكن برضو خلينا نقول ان الاسواق دي ضمن خطه وضعتها الدوله للقضاء على حاجات كتيره قوي، القضاء على احتكار السلع ان قلنا من البعض لتوفير سلعه مناسبه باسعار مناسبه كمان للجمهور والمواطنين. ده يعني الهدف الرئيسي اللي اكد عليه سياده الرئيس. طيب دكتور خالد برضو بالنسبه لو في التجار او في مواطنين حابين يعني يكونوا يستفيدوا من هذه الاسواق ويكونوا موجودين، المفروض يعملوا ايه؟ يتوجهوا فين؟ ايه الشروط اللي لازم تكون متوفره؟ ايه الاوراق المطلوبه؟ هيتم الاعلان عنها في المحافظات المصريه على بوابه المحافظات، وهيكون في لينك للبوابات دي وللاعلانات دي موجوده على بوابه وزاره التنميه المحليه، وهيتم الطرح في هذا الشان وهنعلن وبالتالي هم هيتقدموا يا فندم. كل الشكر ليك يا فندم دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، الف شكر ليك.